يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ وسورة النبأ مكية، يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. عما يتساءلون، عما هذه أصلها عن ما، يعني فيما يتساءلون، يعني عن أي شيء يتساءلون، يعني قريش لماذا يسأل بعضهم بعضا عن النبأ العظيم؟ هذا الاستفهام لأجل تفخيم الأمر. ما هو النبأ العظيم؟ هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن المشتمل على البعث. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. فبعضهم يقول عن القرآن أنه سحر، شعر، أساطير الأولين، كذلك تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا سيعلمون، سيعلمون ما يحل بهم على إنكارهم لهذا القرآن. ثم كلا سيعلمون، هذا تأكيد جيء بثم كلا سيعلمون، جيء بثم بمعنى أن الوعيد الثاني أشد من الوعيد الأول، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على البعث، فقال في إثبات أنه سبحانه قادر على البعث يقول الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا، فراشا مثل المهاد. الله سبحانه وتعالى الآن سيذكر بعض الأمور التي خلقها الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول الذي فعل هذه الأشياء والذي خلق هذه الأمور هو قادر على البعث. الله سبحانه وتعالى يقول ألم نجعل، وكلمة جعل تكررت في هذه السورة كثيرا. والجعل في القرآن وجعل في القرآن لها معاني. المعنى الأول الجعل بمعنى الخلق، وهذا هو الأصل، وجعل الظلمات والنور. ألم نجعل وجعل الظلمات والنور، إذن الأصل في جعل أنها تأتي بمعنى الخلق. المعنى الثاني تأتي بمعنى الوصف، يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، يعني وصفوا لله شريكا وهم الجن. المعنى الثالث لجعل بمعنى صير، يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الليل لباسا، يعني صير الليل لباس، والنوم سباتا، وجعل النهار نشورا. والآية التي أمامنا: ألم نجعل الأرض مهادة، يعني صيرنا الأرض فتكون مهادة. كذلك الآيات التي تأتي بعد قليل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والجبال أوتادا. والجبال أوتادا، أوتادا يعني ثبتنا الجبال، ثبتنا هذه الجبال، ثبتنا الأرض بهذه الجبال، كما تثبت الخيام بالأوتاد. وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا يعني ذكورا وإناثا. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا يعني صيرنا نومكم سباتا، يعني راحة لأبدانكم. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا الليل لباسا يعني صيرنا الليل لباسا، يعني ساترا بسواده. وجعلنا النهار معاشا، وقتا للمعاش. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات، شدادا يعني قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان. الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأمور وأنه خلقها، يقول لكفار قريش: الذي خلق هذه الأمور هو قادر على البعث، فلا يعجزه البعث. وجعلنا سراجا وهاجا. وجعلنا سراجا وهاجا يعني القمر، وهاجا يعني وقادا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا من المعصرات، يعني المعصرات المراد بها السحاب التي حان لها أن تمطر، ماء ثجاجا يعني صبابا. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. لنخرج به بهذا الماء حبا، الحب كل ما حصد فهو حب، مثل الحنطة ونحو ذلك، حبا ونباتا، النبات يشمل الحبوب غير الحبوب. وجنات ألفافا، جنات يعني بساتين، ألفافا يعني ملتفة، بحيث أن لا تجد بين الأشجار فراغات وخلال. إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل، أخبر الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة، إن يوم الفصل، الفصل بين الخلائق، كان ميقاتا. ميقات يعني وقتا، وقتا للثواب والعقاب. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، النفخة الثانية. فتأتون يعني تأتون من قبوركم إلى الموقف، أفواجا يعني جماعات مختلفة. وفتحت السماء ف...
فكانت أبوابا. وفتحت السماء، شققت السماء كما في آيات سابقة لأجل أن تنزل الملائكة، فكانت أبوابا يعني ذات أبواب للملائكة حتى ينزلوا منها. وسيرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال، الجبال الشداد سيرت، ذهب بها عن مكانها، فكانت سرابا، صارت خفيفة هباء، فيراها الناظر كالسراب بعد شدتها وصلابتها. إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا، مرصادا المرصاد المكان الذي يرصد فيه الراصد، يرصد فيه العدو، فهي الملائكة، خزنة الملائكة يرصدون الكفار. للطاغين مآبا. إذن ثم بيّن لمن هي مرصادة، قال للطاغين، الطاغين يعني الكافرين، فلا يتجاوزونها، مآبا يعني مرجعا لهم فيدخلونها. لابثين فيها أحقابا. لابثين فيها، لابثين هذا ماضي، نقول المعنى مقدر لهم اللبوث إذا دخلوا فيها، لابثين فيها أحقابا يعني دهورا أزمنة، دهورا وأزمنة. قد يقول قائل هل هذا معنى أن لابثين فيها أحقاب أنه له حد؟ نقول هذا يدل على أنه كلما مضى حقب تبعه حقب آخر. لابثين لكن لو قال لابثين فيها 10 أحقاب تكون المدة محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى قال أحقابا يعني من دون، ليس لها غاية. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا ينفعهم عن يعني من حر جهنم، ولا شرابا ينفعهم من العطش. إلا حميما وغساقا. إلا يعني لكن حميما يعني ماء حارا غاية الحرارة، وغساقا، الغساق ما يسيل من صديد أهل النار، معناه لكن الحميم والغساق يذوقونه جزاء أعمالهم. جزاء وفاقا. هذه العذاب جزاء وفاقا، يعني هذا العذاب موافق لأعمالهم، فلا ذنب أعظم من الكفر، ولا عذاب أعظم من عذاب جهنم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا في الدنيا لا يرجون حسابا، لا يخافون الحساب، لأنهم ينكرون البعث. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكذبوا بآياتنا، الآيات يعني القرآن، كذابا تأكيدا. وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول الله سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه، كل شيء من الأعمال أحصيناه يعني ضبطناه كتابا، يعني كتبناه في اللوح المحفوظ لنجازيهم عليه، ومن ذلك تكذيبهم بالقرآن. فذوقوا، يقال لهم في الآخرة عند وقوع العذاب، فذوقوا، ذوقوا جزاء أعمالكم، فلن نزيدكم إلا عذابا يعني عذابا فوق عذابكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع الثاني من تفسير الجزء 30 من مقاطع التفسير الميسر، ولازلنا في تفسير سورة النبأ. يقول الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. إن للمتقين مفازا يعني فوزا في الجنة، وهذا الفوز حدائق يعني بساتين مزارع، وأعنابا خاصة العنب وهي داخلة في الحدائق، هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. وكواعب أترابا. كذلك من النعيم وكواعب أترابا، يعني الحور العين والنساء، كواعب يعني الثدي يكون قد يعني يكون بارزا، وكواعب أترابا، أترابا يعني على سن واحد. وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا، كأسا يعني خمرا، دهاقا يعني ممتلئة. يقول الله سبحانه وتعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا، في الجنة عند شرب الخمر لا يسمعون لغوا يعني قولا باطلا، ولا كذابا تكذيب واحد للآخر، بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب الخمر، فإنهم يتكلمون بالباطل ويكذب بعضهم بعضا، وأهل الجنة منزهون عن ذلك. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك، هذا الجزاء من الله سبحانه وتعالى، عطاء هذا الجزاء عطاء من عند الله سبحانه وتعالى، حسابا
يعني كثيرا. يقول العرب بعضهم البعض أعطاني فأحسبني، يعني أكثر أعطاني كثيرا حتى قلت له حسبي، هذا معنى حسابة. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، الرحمن هو رب السماوات والأرض ورب ما بين السماوات والأرض. لا يملكون الخلق، لا يملكون منه من الله خطابا، لا يقدر أحد أن يخاطبه، أن يخاطب الله سبحانه وتعالى خوفا منه إلا الشفاعة بعد إذن الله سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح، يعني لا يملكون في هذا اليوم شيء. يوم يقوم الروح، الروح هنا جبريل، والملائكة، جبريل والملائكة يقومون صفا مصطفين، لا يتكلمون يعني الخلق لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن في الكلام وقال صوابا من المؤمنين، يعني قال صوابا يعني قال في الدنيا كلاما صائبا وهي الشهادة بالتوحيد. إذن قال صوابا يعني قال حقا في الدنيا وعمل بالحق. الروح قلنا الروح معناه جبريل، والروح في القرآن له معاني. الروح بمعنى الرحمة، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله، يعني الروح هنا بمعنى أو الروح بمعنى الرحمة. المعنى الثاني للروح جبريل. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وقال تعالى نزل به الروح الأمين. المعنى الثالث الروح بمعنى الوحي، ينزل الملائكة بالروح من أمره، روحا من أمرنا. المعنى الرابع الروح بمعنى عيسى، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. المعنى الخامس الروح، الروح المعروفة التي يحيا بها الحيوان والإنسان، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق الثابت الواقع وهو يوم القيامة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يوم حق بأنه ثابت، ويوم حق حق بأنه سيقع. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، من يريد أن يرجع إلى الله بأن يطيع الله سبحانه وتعالى فيسلم من العذاب فهذا إلى مشيئته، ومشيئة هذا الإنسان تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنا أنذرناكم، ثم خوف كفار مكة فقال إنا أنذرناكم يا كفار مكة عذابا قريبا، عذاب يوم القيامة الآتي، لأن كل آت فهو قريب. يوم ينظر المرء، في هذا اليوم من صفاته ينظر المرء، يعني كل امرئ ينظر، كل إنسان ينظر ما قدمت يداه من خير أو شر في الدنيا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فلا أعذب. فالله سبحانه وتعالى بعدما يعني يحكم بين الناس وبين الملائكة وبين المخلوقات حتى البهائم، بعد الاقتصاص بعضها من بعض يقول الله سبحانه وتعالى كوني ترابا، فهنا يأتي الكافر فيقول يا ليتني كنت ترابا فأسلم من عذاب الله سبحانه وتعالى.